بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم متدربيننا الأعزاء في لقائنا اليوم بعنوان اكتشف طريقك لبرنامج مساعد طبيب الأسنان. في لقاء اليوم سيتم التعرف على برنامج مساعد طبيب الأسنان بطريقة أكثر، حيث سيتم استضافة عدد من المتحدثين، بداية بخبراء المحتوى الذين ساهموا في تطوير محتوى البرنامج. سيتم أيضا استضافة متحدثين من أعضاء الأكاديمية ليوضحون لكم خطة سيركم معنا كمتدربين. في الختام سيتم استضافة خريجين سابقين يقصون عليكم قصص نجاحهم أثناء البرنامج وبعد البرنامج. أرجو الأخذ بعين الاعتبار أنه سيكون في نهاية هذه الجلسة فقرة للأسئلة والأجوبة. يمكنكم طرح الأسئلة في خانة الـ Q&A في زوم. متمنية لكم رحلة موفقة معنا، ونبدأ بسم الله مع الدكتورة بلسم. أول شيء حابة أصبح على الجميع، على جميع الدنتال أسيستنت والقائمين بهذا البرنامج والقائمين بهذا الويبينار. سعيدة جدا بوجودي بينكم، وأكيد أتمنى إنه فعلا نكون كما طمحنا وكما رغبنا من بداية إنشاء البرنامج، إن إحنا نشوف مخرجات هذا البرنامج بالشكل المطلوب. حنبدأ الآن مع محاور اللقاء. حنتكلم عن برنامج مساعد طبيب أسنان وبرنامج طب الأسنان في المملكة. سنقوم بشرح مختصر لمنهج برنامج مساعد طبيب الأسنان تابع للأكاديمية الصحية، كيفية اجتياز البرنامج واجتياز اختبار التصنيف التابع للهيئة، مستقبل وتطور مساعد طبيب الأسنان السعودي، وكما ذكرت أستاذة سارة مشاركة تجارب حية علمية وعملية لمساعدي أطباء الأسنان على رأس العمل. طبعا طب الأسنان في المملكة لما نتكلم عنه هو فرع من فروع الطب يختص في معالجة وتشخيص أمراض الفم، الفكين والأسنان والأنسجة المحيطة فيها، ليس فقط للعلاج ولكن أيضا للوقاية عن طريق توعية المرضى. أقسامه متعددة، من ضمنها المعالجة اللبية أو اللي يسمونها علاج عصب الأسنان الإندودونتكس، تعويضات السنية للأسنان المفقودة البروستودونتكس أو اللي مسمات بالتلبيسات، دواعم الأسنان اللثة والأنسجة المحيطة البيريودونتكس، طب أسنان الأطفال بيدودونتكس، تقويم الأسنان الأورثودونتكس، جراحة الفم والوجه والفكين أورال ماكسيلوفيشيال سيرجري، أمراض الفم والوجه والفكين أورال أند ماكسيلوفيشيال باثولوجي، وطب أسنان المجتمع للتوعية كما ذكرنا والوقاية اللي هو Dental Public Health. طبعا فريق العمل في عيادة طب الأسنان متكون من 4 أشخاص. أي شخص يبغى يفتتح عيادة أسنان لازم يكون عنده الأربعة هذول الأركان الأساسية، اللي هو طبيب الأسنان، مساعد طبيب الأسنان، فني مختبر أسنان، وأكيد موظف استقبال وتنسيق. في إحصائيات من موقع وزارة الصحة حسب آخر تحديث 1442، عدد أطباء الأسنان في المملكة 16752، أتوقع بهذا في السنتين الأخيرات أيضا صار أكثر وأكثر. وزارة الصحة لديها ما يقارب 4187، جهات حكومية أخرى مثل مستشفى الحرس، مستشفى العسكري، قوى الأمن 1431. القطاع الخاص طبعا ياخذ نصيب الأسد عنده 11184. عندنا في السعودية 26 كلية طب أسنان، 18 منها حكومية و8 خاصة، يتخرج منها ما بين 2000 إلى 3000 طبيب سنويا. بتقولون إحنا إيش دخلنا في طب الأسنان؟ إحنا مساعدين أطباء الأسنان. لازم تعرفون إن عملكم جزء لا يتجزأ من عمل طبيب الأسنان. ثواني بس. عمل طبيب الأسنان هو عبارة عن فور هاند دنتستري. الطبيب يتشارك مع مساعد الطبيب الأسنان، وبالتالي يتم علاج المريض بالصورة المطلوبة. فعدد أطباء الأسنان 16 ألف وزيادة معناتها أنا أحتاج
عددهم كمساعد طبيب أسنان؟ من هو مساعد طبيب الأسنان؟ هو كما ذكرت عضو فعال بالفريق الطبي المتخصص بمجال طب الأسنان الإكلينيكي والإداري لضمان رعاية كاملة للمريض، ترتيب وتنظيم المعلومات، تفعيل الأنظمة، وأيضا وقف انتقال العدوى، وهو الأساس وجزء لا يتجزأ من عمل مساعد طبيب الأسنان. المهارات المطلوبة في مساعد طبيب الأسنان أنه يكون مؤهل بالتعليم الطبي المؤسس من طب وتشريح الوجه والفكين إلى الدراية الكاملة بكل تخصصات طب الأسنان. لديه مهارة التواصل الاجتماعي، لازم يكون عنده good communication skills، والعمل باحترافية، هذا أساسي لمساعد طبيب الأسنان خاصة أنه في منشأة طبية. ملم بطرق المساندة والدعم لمتلقي العلاج الطبي كافة، يعمل على معايير الالتزام المهني والمثابرة للتقدم العلمي والعملي، عضو طبي مستمر بالتطور والتعلم والتعليم continuing education باستمرار، قائد ومنظم إداري كفؤ، جدا مطلوبة. الآن نجي للمهام. المهام المطلوبة من مساعد طبيب الأسنان الاحترافي: مساعد طبيب الأسنان بالعلاج بجميع الاختصاصات الطبية، الدراية الكافية، عمل جميع أنواع الأشعة، وأيضا يجب طريقة الوقاية، كيف يقي نفسه ويقي المريض أثناء أخذ الأشعة، أخذ التاريخ الطبي للمريض إذا كان يعاني من أي أمراض سابقة، تعقيم وتحضير العيادة قبل وبعد المرضى، وتعقيم أجهزة ومعدات طب الأسنان، تزويد المريض بالتعليمات اللازمة قبل وبعد الجلسة العلاجية حسب طبعا توصية طبيب الأسنان بما تتطلبه حالة المريض، إرشاد المريض إلى الاهتمام بصحة الفم، أيضا يجب أن يكون ملم بكيفية أخذ طبعات الأسنان قبل أو بعد العلاج حسب الإجراءات الطبية المتقدمة، إدارة وجدولة المهام المتعلقة بالعيادة، يعني كم مريض عند الدكتور اليوم، الجدول تبع الدكتور، إيش المتطلبات اللي بيسويها الطبيب أو الطبيبة اليوم في العيادة، تنظيم وترتيب مركز التعقيم الطبي والمخازن الطبية، أيضا هذا من مهام مساعد طبيب الأسنان وجدا مهم، ترتيب وجدولة مهام موظفي مساعد طبيب الأسنان اللي موجودين معاه في نفس المنشأة، طبعا إذا كان موكل له مهمة إدارية بجانب المهمة الوظيفية اللي هي كمساعد طبيب أسنان. كتلخيص لدور مساعد طبيب الأسنان، هذا فيديو قام به زميلاتكم من خريجين البرنامج اللي هي الدفعة الأولى، يمثل أو يقارن بين مساعد طبيب الأسنان الكفء ومساعد طبيب الأسنان الغير كفء، وأيضا يلخص دور مساعد طبيب الأسنان بالصوت والصورة.
طبعا نشكر زميلاتكم اللي اوريدي كانوا هم العاملين على هذا الفيديو. في كان ختام في سلايد تبع الفيديو ان التعامل مع كل مريض كانه مريض مصاب بفيروس. هذا من اساسيات عملنا في طب الاسنان، سواء طبيب اسنان او حتى مساعد طبيب اسنان. منهج مساعد طبيب أسنان، أتوقع إذا أنتم من الأوريدي الأسيستنت اللي متضمنين في البرنامج أكيد عندكم نسخة من المنهج، وإذا أنتم جدد فبنعمل نبذة بسيطة عن منهج برنامج مساعد طبيب أسنان. يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل مساعدي أطباء أسنان سعوديون على مستوى عالي من المهارة، مؤهلون لسد الحاجة الماسة لهذا التخصص في المملكة. طبعا بعد ما عرفنا عدد أطباء الأسنان في المملكة وكم يتخرج سنويا، عرفنا قديش في حاجة ماسة لطبيب أسنان، مساعد طبيب أسنان سعودي كفؤ مؤهل. مدة البرنامج 12 شهر، 9 أشهر تدريب نظري وعملي، 3 أشهر امتياز. الفئة المستهدفة طبعا هي حملة البكالوريوس من كليات العلوم، فيزياء، كيمياء حيوي، أحياء دقيقة، تكنولوجيا الأحياء. هو طبعا كما هو معروف هو برنامج تدريب منتهي بتوظيف، يعني تقريبا من بداية البرنامج يتم توقيع عقود مع المتدربين، مشروطة طبعا باجتياز البرنامج واجتياز اختبار التصنيف. شروط القبول للبرنامج 4.5 وما فوقه في اختبار الآيلتس أو ما يعادله في اختبارات التوفل والستيب. المراجع طبعا موجودة عندكم في الكريكولم، هي الريفرنس اللي مستخدمة في المحاضرات، في المعامل، في الاختبارات، وأيضا في اختبارات تصنيف الهيئة. كما ذكرنا هو 12 شهر، 3 أشهر، 3 بلوكات، كل بلوك 3 شهور، يعني توتال 9 شهور هي اللي فيها التدريب النظري والعملي. آخر بلوك 3 شهور فقط يكون تدريب امتياز. في كل بلوك راعينا أنه يكون ما بين 4 إلى 5 مواد. طبعا كل ما انتقلنا من البلوك الأول إلى البلوك الأخير نلاحظ أنه في تقل المواد النظرية ويزيد التدريب العملي، إلى أن نوصل في آخر بلوك اللي هو بلوك 4 عندنا فقط تدريب عملي. يجب أن يمر المتدرب على جميع تخصصات طب الأسنان، to be exposed للجميع، ويشتغل ويتدرب في هذه العيادة بنفسه، باعتبار أن ممكن مستقبلا يكون مع أي طبيب من أي تخصص. يجب أن يكون عنده المهارة أن كيف يساعد طبيب الأسنان بغض النظر عن نوع تخصصه. لاجتياز البرنامج طبعا للبلوك الأول يجب أن يجتاز هذه المتطلبات اللي هي الحضور والانصراف، الكويزز، الاختبار النهائي النظري، اختبار نهائي عملي، السلوك، تسليم الواجبات في وقتها، والتقييم اليومي. في بلوك واحد واثنين، عفوا في البلوك الأول، البلوك الأول والثاني هذا التقسيم تبع الاجتياز. البلوك الثالث لو نلاحظ أن التدريب العملي صار عليه ثقل أكثر ودرجة أكثر من النسبة النهائية أو المحصلة النهائية، باعتبار أن نجهز المتدرب عشان يوصل للبلوك الرابع اللي هو الامتياز. طيب طبعا بلوك 4 نجاح ورسوب فقط، معتمد على الحضور والتقييم اليومي لأداء مساعد طبيب الأسنان. يتم تقييمه من خلال المشرف عليه في العيادة، ممكن يتم تقييمه من الطبيب اللي كان معاه في العيادة، والمساعد أو مساعد الطبيب الأسنان الأساسية اللي موجودة اللي تشرف أيضا على التدريب. طبعا البلوك الأول في حال أنه ما اجتاز المتدرب الاختبار نهاية البلوك اللي بعد 3 شهور، يحق له أنه يعيد الاختبار خلال الأسبوع الأول من البلوك الثاني اللي بعده. يعني خلص بلوك 1 ما نجح في اختبار نهاية البلوك،
خلال الأسبوع الأول من البلوك الثاني يحق له إعادة اختبار. في حال أنه ما تجاوز هذا أيضا يحق له أنه يعيد الاختبار كمحاولة ثالثة خلال الشهر الأول من البلوك الثاني. في حال عاد أنه ما اجتاز أيضا معناتها أنه في مشكلة، فيجب أن يتشكل لجنة للنظر في الحالة والقرار بإكمال المتدرب أو استبعاده. طبعا هذا فقط للبلوك الأول، باعتبار أن الجميع جديد على هذا المجال والمصطلحات جديدة والانفايرمنت كامل، بيئة العمل جديدة، فله 3 محاولات. بينما في البلوك الثاني والثالث له فقط محاولتين، اللي هي محاولة في نهاية البلوك مع جميع المتدربين، اختبار نهاية البلوك. في حال أنه ما اجتازها له محاولة ثانية فقط خلال الأسبوع الأول من البلوك اللي يليه. في حال أنه ما اجتازها ما له محاولة ثالثة، يتم تشكيل لجنة و للنظر في الحالة والقرار بشأن إكمال المتدرب للبرنامج. طيب، للتأهل لاختبار التصنيف، الآن خلصنا كل البرنامج ونجح المتدرب، كيف أتأهل لاختبار التصنيف؟ طبعا أول شيء لازم يكون ناجح في جميع مواد البرنامج، اجتازها بنجاح، ما عنده أي بلوك راسب فيه وما عدى المحاولة الثانية. إتقان جميع المهارات، السكيلز، الشغل اللي باليد، سواء كان تعقيم سواء كان مساعدة خلال العيادة، يجب أن يتقنها تماما. إتمام جميع متطلبات التدريب الإكلينيكي، كما ذكرت لازم أنه يمر على جميع تخصصات طب الأسنان، وأصلا هي من متطلبات وشروط انضمام المراكز التدريبية أنهم يقدرون يوفرون للمتدربين التدرب في جميع مجالات طب الأسنان، وحتى إحنا كاتبينها في الكريكولم أو في المنهج بالاسم. جميع التخصصات اللي ذكرتها في أول المحاضرة يجب أن يتم التدرب عليها. طبعا آخر شيء وأهم شيء أنه ما يتجاوز 14 يوم غياب بعذر طبعا، أو 5 أيام كحد أقصى غياب بدون عذر خلال فترة التدريب كاملة اللي هي 12 شهر. طبعا برنامج مساعد طبيب الأسنان بدينا بعدد مدن مو كبير ومراكز تدريبية عددها أيضا مو كبير نوعا ما، فبدينا ب 18 مركز تدريبي، 9 مدن، واجتياز البرنامج كان 345 هذا الدفعة الأولى. الدفعة الثانية تقريبا عدد اللي اجتازوا البرنامج دبل، المدن عددها زاد صارت 13، والمراكز التدريبية أيضا عددها زاد وصارت 30. طبعا هنا الخريجين والمتدربين من الدفعة الأولى للسابعة زي ما احنا شايفين الأعداد ما شاء الله وصلت للألف، وكان عدد خريجين برنامج مساعد طبيب أسنان العام 2023 في حفل تخرج برامج الهيئة 1018 متدرب، جميعهم متدربين انتهى تدريبهم بتوظيف لاجتيازهم البرنامج واجتيازهم اختبار الهيئة. طبعا بما أن الأغلب أو الجميع بمعنى أصح هم خريجين كليات العلوم، أتوقع أن الجميع عنده طموح، حاب أنه يكمل، حاب أنه يكون عنده مستقبل في هذه المهنة بالذات اللي بيعطيها من وقته وجهده، وبيشوف نفسه يكبر في هذه المهنة، وهذا الشيء موجود لمساعد طبيب الأسنان أكيد. طبعا التطور والترقية ممكن تكون كلينيكية، ممكن تكون أكاديمية، ممكن تكون إدارية. كتطور كلينيكي اللي هو الترقيات المعتمدة في مكان عملك، مساعد طبيب أسنان ثاني، هذا أول بوزيشن يمسكه مساعد طبيب الأسنان عند تخرجه، بعدين مساعد طبيب أول، مساعد طبيب أسنان أول، بعد كذا حسب قديش هو ماهر في عمله، قديش هو متقن في عمله، ممكن أنه يترقى ويصير رئيس شعبة مساعدي طبيب الأسنان في هذا المجال، يعني مثلا في مجال التقويم الأسنان، في مجال إصلاح الأسنان، في عدد مساعدين أطباء أسنان كثير. البارز منهم، الكفؤ منهم، بيكون هو رئيس الشعبة هذه. طبعا كل ما كان أكفأ وأكفأ
كل ما ترقى أكثر ممكن يكون رئيس مساعد لأطباء الأسنان في منشأته كاملة. التطور الإداري ممكن يكون إشراف على الأقسام المختلفة أو مشاركة في عضوية لجان. إشراف على الأقسام المختلفة مثل إيش؟ ممكن يكون مشرف على التعقيم والمخازن الطبية، ممكن يكون مشرف على مكافحة العدوى، أيضا حسب براعة وكفاءة مساعد طبيب الأسنان. مشاركة في عضوية اللجان ممكن يكون يشارك في عضوية الجودة وسلامة المرضى، التوعية المجتمعية، يعني حسب نشاط وهمة وطموح مساعد طبيب الأسنان ممكن أنه يتم اجتذابه للمشاركة في هذه اللجان. طبعا التدريب التطور الأكاديمي يشمل 3 أنواع، ممكن أنه يكون في التدريس، في التدريب أو في لجان التعليم. تطور مساعد طبيب الأسنان أكاديميا مثلا درجاته جدا عالية خلال فترة تدريبه، دائما درجاته ممتاز، فاهم المادة لدرجة أنه ممكن يشرحها للآخرين، هنا ممكن نستعين فيه في التدريب وتعليم البرنامج نفسه، يعني البرنامج اللي تخرج منه يرجع ثاني مرة ويدرس فيه، يكون جزء من أعضاء التدريس اللي موجودين في البرنامج بإعطاء محاضرات أو بالتعليم الإكلينيكي أو في المعامل، يساعدنا في تدريب مساعدين أطباء الأسنان الجدد. أيضا في التدريب في فترة الامتياز يشرف عليهم، يقوم بتقييمهم. أيضا في لجان التعليم ممكن أن يكون عضو في لجنة الامتحانات لبرنامج مساعد طبيب الأسنان، عضو في لجنة المناهج، عضو في لجنة تقييم وتطوير، أيضا حسب كفاءة الموظف وحسب استعداديته أنه يقوم بهذه المهام الإدارية أو الأكاديمية عفوا. يعطيكم العافية، وإذا في أي سؤال أو استفسار it's open floor for discussion، وأتمنى أني أشوفكم في أفضل المراكز بإذن الله. شكرا جزيلا دكتورة بلسم، كان عرض جدا شيق ومفيد. الآن ننتقل للدكتورة كارمن. الدكتورة كارمن راح تتكلم معنا عن فقرة اللي هو التدريب العملي. دكتورة كارمن عندها خبرة في هذا المجال، حيث أنها ممرضة في طب الأسنان منذ أكثر من 20 سنة تقريبا. إضافة إلى ذلك، دكتورة كارمن دخلت في سلك الأكاديمي لأكثر من عقدين من الزمان، كانت لها يد في كثير من المنظمات التعليمية دولية ومحلية. Without further ado, I'll be handing the mic over to Dr. Carmen and she will be sharing her screen with us. Dr. Carmen, the floor is yours. Okay, good morning, everybody. Welcome to this fantastic webinar that's been organized from the Health Academy. I'd like to thank them for inviting us to share our knowledge and experience with the program. We've been with the program since the first batch in 2019, and alhamdulillah, we're now starting, inshallah, recruiting for the 8th batch. With regards to my talk with you today, you might be wondering, I know from my previous students, they've thought, I've done my bachelor's degree already, what am I going to do? I'm going into a company, I don't know what to expect. The difference with the Health Academy program, it's a postgraduate training program. So it's for people at a certain level of education already. And it's 1 year program, which is really compressed. So there's a lot of information that you need to learn in a short space of time. But after doing your bachelor degree, some people, mashallah, have master's degrees as well, that come, they're capable of doing it and it's enjoyable. So I'm going to go through with you now the elements of the practical side of it and why it's important to integrate practical training with the theoretical part of training during the 12 months. So why do we do practical? Well, we want to bridge the gap between theory and application in dental assisting. Okay, so the importance of practical training in bridging theory and application. And we want to highlight specific practical examples that would enrich your participant skills. So I'm going to go over with you some examples of during the blocks, how we would implement the practical training with the theoretical practice. So
In dentistry, when we work with pediatric dentists or dentists that work with children, we use a saying called tell, show, do. And that's something that we can remember when we're doing practical training also. So when we're giving you the theoretical knowledge about the subject, for example, we're talking to you about radiography, and I'm in the classroom talking to you about physics, and we're going deep into the details of physics and radiography techniques. It's not enough for me just to speak to you about it. There has to be some kind of skill element as well. So that's what we're going to show you now. So give you an example. So chairside assisting. So when, for example, we're in the classroom, we're going to talk to you about oral embryology, dental science, structure of a tooth, so the anatomy of a tooth, for example. And after we agree, you might think, okay, why do I need to know the structure of a tooth and I'm assisting the dentist? Well, you need to know about it for example, demonstrating the practice of proper instrument handling, learning effective suctioning, the anatomy of a tooth when the opens a tooth, what are they going to find? What do you see on the radiograph? You can be able to read the radiograph and know that you can start preparing the injury, preparing for the treatment for the patient. And you will be assisting with various dental procedures. Health Academy is not for a dental assistant to wait for a dentist to say, get me this item, give me this instrument, get ready for this procedure. If you understand the theory behind the practice, you should always be one step ahead of the dentist. So say, for example, you're doing root canal treatment, which we call in dentistry endodontic treatment. You should know the steps of the endodontic treatment. So when the dentist is doing step one, you're preparing the instruments and the materials and their equipment for step two. When they're on step two, you're preparing for step three, etc. So some examples. So on the left, I have the word tell, which is the theory. So when we go to the classroom, you sit like you did in university or at school, and we have set objectives set by the Health Academy from their syllabus and their curriculum, which we have to meet in order for you to pass the exam in the end. So for example, we have on the left, there you can see I've got endodontics. Define the term endodontics. State and identify when endodontic treatment is required. So if there's physical irritation, trauma. So we go through all of that in a lecture in the classroom. Then we go to the show, the practical training. The practical training is in groups, so no more than 6 to 8 people. And you normally do it in a clinical setting with no patients and with the faculty member, with the clinical instructor. They will have a lesson plan and they will set out all the equipment. The objectives must meet the same as a theory, but from a practical side. So all the instruments, all the material out, and they will go slowly, step by step, through the instruments, how to prepare for a procedure, how to use them, how to mix materials. And this will be your time that you can ask many questions, you can practice, and you will feel comfortable with other peers, so your other students, asking questions and learning about how to put the theory into practice. So the third element is do. So this part of it is when you have clinical attachment. The clinical attachment is when you go to your clinic, you're working with a dentist that's seeing normal patients every day. They have a fixed schedule and the dentist will have their fixed dental assistant with them. So somebody that's already graduated. You will be beside that graduated dental assistant and they will mentor you while you go and get patients from the reception area, you bring them in and you actually do clinical practice with the dentist and the dental assistant. So you've gone through the theory part to understand the theory, then you've gone through the practical part of it. And then the last part is clinical practice. So this is something that's really unique with the Health Academy. That we're not, it's not like university where you're in a classroom and you leave and sometimes you need to
like develop more your skills. After you finish the year's program, you have all the skills to go directly into clinical practice and start working in an employed job, which is a fantastic program, what the Health Academy do. So there's some pictures here that I'm showing you. For example, in endodontics, we'll show why does someone need root canal treatment? This is in your lecture. So we're showing inside the tooth, how the pulp, the nerve inside the tooth is inflamed. And we'll go into detail in it. Then when you go into the practical training, we'll go through all the instruments and materials that you need to get out. We'll show you them. We'll pass them round. We'll get you them to put them in order of the procedure, step by step. Then once you're comfortable, you go into clinic and do clinical practice on the training, on the patients. Next example is dental radiography. So why do you need to learn about practical radiography? Well, it's really important. If we just tell you it in a class and you've never done any radiography on anybody and the first patient you do it on, you make a mistake, well, it's a big mistake because we're dealing with radiation. So dental radiography, we're gaining hands-on experience in capturing dental x-rays, perfecting proper positioning and technique, and developing skills and understanding radiography images. So practical examples, we go through the theory side of it. Then you go to the clinic and you work with your clinical instructor and you get all the equipment out, all the materials, and they go through the techniques with you. The last part is where you'd be, again, beside a graduated dental assistant and the dentist, and you will watch them do the techniques. You will watch them do dental x-rays. So, for example, in the classroom, we'll go through paralleling techniques, a technique how to take an x-ray. Then after that, you'll go into practical training. One of the requirements from the Health Academy is for all centres to have an x-ray mannequin, because we can't practice on each other. It's not allowed. It's because it's radiation. So what you will do, you'll have 3 months of practicing on a radiography mannequin, and this will take x-rays of the teeth and you'll be able to see pictures and make sure you've perfected your technique. Once you've done that, you'll be able to physically go and take x-rays with the dentist. So it's a really unique and detailed specialized training that you get. So skill enhancement, practical training, why do we do it? We need to develop dexterity. So for example, four-handed dentistry. So you're giving one instrument to the dentist and you're taking one back from the other hand. So you can work fast. The ideal dentist should never have to move their eyes from the patient's mouth. You should be the one that's working around, a bit like in an operating theater with a surgeon. So by doing these practical training skills, it improves communication and teamwork skills by working alongside the dental professional. It also enhances the patient care and the satisfaction because you're applying your practical knowledge. You understand what you're doing. You understand the theory, the practical knowledge, and then you're doing the clinical practice. So the conclusion to this is practical training effectively bridges the gap between theory and application. Specific examples provided enrich participant skills in dental assisting. So why is it important? Well, it's important because it deepens your understanding and it makes you much more confident when you actually go and physically do clinical practice. It builds your competence in real life dental scenarios. Thank you very much, everybody. Thank you, Dr. Carmen, for this informative and well-presented tips about theoretical training. We really appreciate it. نشكر الدكتورة كارمن لما قدمته من توضيحات حول طريقة التدريب النظري والعملي. ننتقل الآن للأستاذة نورة بن عون. الأستاذة نورة بن عون ممثلة الأكاديمية من شؤون المتدربين. ستشرح لنا آلية الغياب وطرق التواصل مع الأكاديمية الصحية. نور معك. شكرا لك سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرحب بجميع الحضور وأشكر اهتمامكم في البرنامج. معكم نورة بن عون من إدارة التدريب قسم شؤون المتدربين، القسم الذي يهتم بمتابعة العملية التدريبية وتقديم الدعم اللازم للمتدربين ومدراء المراكز لضمان سير العملية التدريبية وفق متطلبات الهيئة. اليوم راح نوضح لكم آلية الغياب للمتدربين خلال فترة البرنامج وطرق التواصل مع الأكاديمية الصحية. أولاً الغياب للمتدرب في هذا البرنامج اللي مدة سنة عدد أيام محددة من الغياب. ممكن بس الشريحة لو سمحتي سارة؟ سارة؟ يعطيك العافية. للمتدرب في هذا البرنامج 14 يوم غياب بعذر وخمسة أيام غياب بدون عذر، مثل ما ذكرت أيضا دكتورة بلسم في بداية اللقاء. في حال تجاوز أي متدرب عدد أيام الغياب المسموحة فإنه يعرض للاستبعاد من البرنامج. طبعا هذه المدة اللي هي 14 يوم غياب وخمسة أيام غياب بدون عذر تشمل أيضا المتدربات الحوامل. ثانيا طرق التواصل معنا. طبعا احنا نتواصل بشكل مباشر مع مدراء ومشرفين البرنامج لمتابعة العملية التدريبية. الشريحة اللي بعدها إذا سمحتي سارة. فإذا كان عند المدرب أو المتدرب أي استفسار يمكن أنه يبلغ مدير البرنامج أو منسق البرنامج وهو بدوره يبلغنا. فهذه تعد من أحد طرق تواصل مع الأكاديمية اللي هي عن طريق المدير أو منسق البرنامج في المركز التدريبي. ثانياً عن طريق ممثل المتدربين، بحيث أن بداية البرنامج سيطلب بعد بداية البرنامج سيطلب من المراكز ترشيح ممثل المتدربين يقوم بتمثيل زملائه في الحضور معنا في اجتماعات دورية تقام بشكل دوري مع ممثلي المتدربين، تهدف أن نسمع من المتدربين استفساراتهم وتحدياتهم اللي تتعلق بالفترة التدريبية. فإذا كان لدى المتدرب أي استفسار بإمكانه يقدمه لممثل المتدرب، وممثل المتدرب يقوم بدوره ويحضر الاجتماع ويذكر استفساره. بعد كذا ممثل المتدرب يعطي الفيدباك للمتدربين. Next please. من أهم أيضا أحد قنوات التواصل معنا في الهيئة اللي هي خدمة تواصل على موقع الهيئة الإلكتروني، بحيث يرفع المتدرب الذي لديه استفسار تذكرة عن طريق الخدمة ويتم متابعتها والإجابة عليها في أقرب وقت. هنا في باركود اللي يوديكم دايركت لخدمة التواصل على موقع الهيئة، فإذا حابين تعملونه له سكان. أتمنى إن شاء الله للمتدربين تحقيق أفضل النجاحات، وأتمنى أيضا لشركائنا من المراكز التدريبية والمشرفين التوفيق والسداد، ويعطيكم العافية. شكرا جزيلا أستاذة نورة، كان توضيح جدا مهم ومفيد للمتدربين. الآن بإذن الله ننتقل لفقرة الخريجين. معانا أولا الأستاذة نورة المقبل، تتكلم لنا عن رحلتكم كخريجين. السلام عليكم ورحمة الله جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير. نتكلم اليوم عن رحلة ما بعد التخرج حتى مرحلة التوظيف. أيوة هنا بس، شكرا سارة. تمام، في حال انتهاء البرنامج التدريبي نوصل هنا لمرحلة اختبار التصنيف. طبعا اختبار التصنيف في حال اجتاز الخريج الاختبار حتوصل شهادة الإتمام البرنامج. تمام، حتوصل شهادة إتمام البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني الخاص فيه المسجل في منصة المتدربين. حتوصل رسالة على الجوال إن مبروك النجاح، وصلتك شهادتك على الإيميل، شيك عليها. فتشيك على الإيميل تلقى الشهادة. اختبار التصنيف هو فيه المحاولة الأولى حتكون مجانية، على يعني حتكفل فيها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بعد كذا على حسب عدد المحاولات المتبقي حيكون على المتدرب. ففي حال اجتزت الاختبار حتوصلك الشهادة مباشرة، في حال ما اجتزت على حسب المحاولات المتبقية لك
حتعيده برسوم انت تتكفلها. بعد مرحله، حاليا انت وصلت الى الاجتياز، مرحله اجتياز الاختبار، واتممت الاختبار النهائي للهيئه ووصلتك الشهاده، ترسل شهاده اتمام طبعا للخريج. بعد كذا نبدا مرحله التصنيف، يوصلكم عن طريق البريد الالكتروني الدليل الارشادي لاليه التصنيف. بعد كذا تدخلون عن طريق نظام ممارس بلس للتسجيل في التصنيف المهني، تصدر لكم بطاقة التصنيف. تمام، في حال أصدرت بطاقة التصنيف أنت هنا معناته مؤهل لممارسة المهنة، وتقدر تبدأ الوظيفة. إذا كان عقدك مع قطاع خاص تتوجه مباشرة للقطاع على حسب العقد اللي أنت موقعه في بداية البرنامج. إذا كان العقد مع وزارة الصحة حتنتظر من عندنا لينك لفتح البوابة، حيوصلك أيضا رابط، هنا نقول لك يلا تقدر تدخل عن طريق الرابط تسجل في بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الصحة. مباشرة ما يوصلنا من وزارة الصحة الرابط اللي هو حق بوابة التوظيف تكون جاهزة، نرسلها لكم مباشرة. بعد كذا نبدأ هنا مرحلة التوظيف، ممكن نتواصل معكم بين فترة وفترة، نطمن عنكم، نقيس رضا الخريج بعد 3 شهور مباشرة من وظائفهم، هل في إشكاليات، هل في أي ملاحظات. بعد كذا نبدأ هنا مرحلة نساهم فيها لاستيفاء الشروط لإعادة التصنيف اللي هي عدد الساعات المهنية. أنتم كفنيين تحتاجون عدد ساعات مهنية لازم تكتب، يعني تحصلون عليها عشان يسهل عليكم عملية إعادة التصنيف. فهنا احنا من دورنا ممكن نوضح لكم إيش البوابات اللي ممكن تاخذون من عندها الدورات المهنية وغيرها. هذه يعني رحلة موضحة بشكل مبسط من الاختبار التصنيف في حال اجتيازك إلى مرحلة التوظيف وما بعد التوظيف لتأهيلك لإعادة التصنيف واستمرارك في المهنة كممارس صحي. شكرا لكم، يعطيكم العافية. ممكن حين الآن نشوف تجارب الخريجين والإكسبيرينس بشكل كامل. يعطيك العافية أستاذة نورة، ما قصرتي. ننتقل الآن لتجارب الخريجين. أول خريجة معنا هي من الدفعات الأولى من دفعات مساعد طبيب أسنان. معنا الخريجة الهنوف الأمين. الهنوف، المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حاب أصبح عليكم وأشكر الأكاديمية الصحية عشان أعطتني هذا الفرصة إني أشارك في هذا الويبينار. طبعا مشاركتي اليوم تعني لي صراحة الكثير، لأن هذا البرنامج كان بالنسبة لي يعني نقلة نوعية. أول ما انضمينا في البرنامج إلى نهاية البرنامج كان يعني كأنها جيرني كاملة. الاحتواء من الهيئة كان فيها جدا حلو، فإن شاء الله أني أقدم لكم لو القليل. أنا اسمي هنوف الأمين، التحقت بالبرنامج في 2019، كنا الدفعة الأولى. طبعا ما أدري اللي معانا اليوم هم انضموا للبرنامج أو راح ينضمون، لكن هذه الفترة الأولى في دخول البرنامج يمكن على وقتنا كان المهنة مش كثير منتشرة، الاحتياج لها جدا كبير ولا زال. ففي البداية أكيد بيكون يعني تجربة مختلفة جديدة، ما نعرف يمكن بالضبط كيف نبدأ أو إيش نتعلم، لكن مع الوقت يعني كان فيها تغيير كثير، نبدأ نتعلم أشياء جديدة. البرنامج عموما يعتمد على جزئين بالنسبة لي، كان تنمية مهاراتي كدنتال أسيستنت، كمساعد طبيب أسنان، كمهارات ثيوري نظرية عملية شغل داخل العيادة. وبالنسبة لي اللي فرق معي كثير كان السوفت سكيلز اللي تجي معاها، ترتيب الوقت، التنظيم، كثير يعني غيرت صراحة بالنسبة لي بشكل مرة كبير. هدفي اليوم إني أوصل لكل المقبلين على هذا البرنامج أهمية التجربة اللي إحنا مرينا فيها وقد إيش فتحت لنا يعني فرص جدا كبيرة. بالنسبة لي أنا بعد ما خلصت من البرنامج اشتغلت كدنتال أسيستنت في مجموعة دكتور سليمان الحبيب. في وقتها يعني بعد ما تقريبا كملت سنة أخذنا دورة تدريب المدربين وانضميت للأكاديمية، فصرت أدرب الدفعات الثانية. كان عندي هدف يمكن واحد، إني إحنا نغير
هذا البروفيشن أو نغير هذه المهنة نخليها بشكل أفضل، نكون بروفيشنال أكثر. النولج اللي كان يجينا من الكريكولم حق الهيئة كان يمكن هو اللي يميز خريجين الهيئة في هذا المجال. بعد كذا اترقيت وصرت نائب مدير البرنامج في دفعتين الأخيرة هذه، وهذا الشيء خلاني أحب مجال الأسنان بصراحة بشكل أكبر. أحاول إني أساهم في تطوير وتجديد هذه المهنة وأخليها يعني أفضل، طبعا أكيد بمساعدة الهيئة. يمكن هذا باختصار الرحلة اللي أنا مريت فيها. بهدفي اليوم أو مشاركتي اليوم عشان بس أوضح قد إيش هذه التجربة جدا مهمة، جدا راح تغير في مجالك الوظيفي بشكل كامل إذا إحنا أخذناها. أكيد بعد ما نتخرج من الجامعة يكون في تخبط، نبحث عن وظائف، وين ممكن نكون، والمجالات جدا واسعة. لكن هذا البرنامج ككل هو تجربة كثير يعني تفرق مع الكل وتغير. فأتمنى يعني من كل الناس اللي انضموا للبرنامج إنهم فعلا يكونون مقدرين لقد إيش هذا البرنامج راح يفرق معاهم ويعطيهم وظيفة أو عمل جدا مهم وجدا له احتياج في المجال يعني الصحي ومجال الأسنان خاصة. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذة الهنوف، كانت قصة جدا ملهمة وفي وقتها الصراحة. ننتقل الآن للأستاذة شيخة القدان هيد نيرس مع قصة نجاحها. إذا ليتم حل العطل من قبل الأستاذة شيخة، ننتقل للخريج الملهم التالي الأستاذ إبراهيم العوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم العوفي، مدرب أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب من الدفعة الثانية. حابب أبدأ قصتي بأساساً كيف دخلت البرنامج. للأمانة الدفعة الأولى مرت كنت مستغرب، أقول إيش هذا التخصص، إيش هذا المجال، إيش بيكون فيه، فما قدمت. لما جاء الدفعة الثانية اتحمست، قلت هذه فرصة والفرص يعني ما تتكرر، فقدمت على البرنامج والحمد لله. في البداية كانت التجربة شوي صعبة بحكم إنه مجال جديد، مجال ما كان معروف. وطبعا أنا الحمد لله من الصغر حلمي أن أدخل المجال الصحي، والحمد لله تيسرت لي هذه الفرصة عن طريق البرامج اللي تقدمها الأكاديمية الصحية بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية. بديت التجربة. في البداية واجهت صعوبات لين اتأقلمت معها، مع الوضع كامل، تجربة العيادات، تجربة الناس، كيف تكون قريب من المرضى اللي يمرون عليك. خلصت السنة الأولى الحمد لله، بفضل الله عديت اختبار التصنيف وتصنفت. بعد سنة من العمل في العيادات كدنتال أسيستنت أو مساعد طبيب أسنان، عديت أخذت الدورة حق التي أو تي اللي هي تدريب المدربين، أصبحت مدرب كلينيكي في أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب. الحمد لله كانت تجربة جميلة جدا. وكمدرب كلينيكي أنت لازم يكون عندك القدرة والمعرفة اللازمة عشان توصل المعلومة اللي عندك للمدربين اللي بيكونون عندك. للأمانة يعني مهمة توصيل المعلومة تعتبر مهمة جميلة وشعور رائع لما تشوف إنه المتدربين يتخرجون يكونون فخورين بنفسهم. الشعور اللي توصل لهم شعور جميل ولا يوصف فرحتهم والأمانة اللي عليك أنت كمدرب كلينيكي إنك توصلها. هذه التجربة باختصار بسيط حبيت أنقلها لكم وأوصلها. وللأمانة الشعور اللي بتحسونه إن شاء الله بإذن الله في المستقبل شعور لا يوصف. ويعطيكم العافية، شاكر لكم استماعكم. يعطيك العافية أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا لهذا الإلقاء. معنا الأستاذة شيخة، نرجع للأستاذة شيخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حابة أشكركم على دعوتي في هذا الويبنار، وأعتذر على الخلل الفني قبل شوي. أنا شيخة محمد القدان، متخرجة من برنامج مساعد طبيب أسنان الدفعة الأولى في 2019.
تخرجت من مركز تدريب سليمان الحبيب، بديت شغلي مع أكاديمية الحبيب، وكل الشكر والتقدير للأستاذة كارمن لأنها منحتني هذه الفرصة. بعدها بديت رحلتي من هنا، وصلت إلى مركزي الحالي كهيد نيرس في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وكل هذا ما كنت راح أقدر أسويه بدون دعمكم وبدون الدعم اللي أنتم قدمتوه لنا كخريجين تخصصات صحية. شكرا للجميع، وآسفة على العطل الفني، وشكرا. شكرا أستاذة شيخة. ننتقل إذا لخريج آخر، أستاذ خالد. أستاذ خالد ابقوا معنا، المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ خالد، صوتك واضح. أي معلش قصرت قبل شوي، كان قاطع، أنا أعتذر منكم. صباح الخير، كيف حالكم؟ تفضل معنا أستاذ خالد، المايك معك. الله يطول بعمرك. تجربتي برنامج ساعة طبيب أسنان تجربة جميلة جدا. تخرجت تقريبا قبل سنتين في فبراير 2020. الحمد لله، دائم أي شهادة جديدة تفتح لك أبواب كثيرة. ونشكر صراحة أكاديمية سليمان حبيب ومس كارمن إنها فتحت لنا الفرصة هذه عشان نجرب. أنا أعتبر بالنسبة لي شخصيا تحدي، والحمد لله إنه أنجزنا التحدي هذا، ونقول إن شاء الله إنها فرصة كبيرة يعني بالقادمة. يعطيك العافية أستاذ خالد، ما قصرت. ننتقل إذن الآن لآخر خريجة معنا لليوم، الأستاذة لمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ واضح. السلام عليكم، أنا لمى العنزي، عضوة في برنامج مساعد طبيب أسنان. أنا بدأت في هذا المجال مع الدفعة الخامسة في نوفمبر 2021. طبعاً العام الماضي كان محوري بالنسبة لي، لأنه جتني الفرصة للعمل في العيادة كمساعد طبيب أسنان في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وهذا الشيء أضاف لي كثير. كذلك هذا البرنامج أتاح لي فرصة أني أكون Leader Compliance Team، وكانت مهمتنا واضحة أننا نعزز تجربة العاملين في مجال طب الأسنان. إحنا حرصنا أننا ننفذ هذه المهمة ونضمن أننا نشارك المعرفة اللي جتنا من هذا البرنامج لجميع العاملين خلال محاضرات وتحديثات. الهدف من كل هذا أننا نرفع مستوى رعاية الأسنان، لأنه هذا البرنامج أتاح لنا هذه الفرصة. شكرا لكم. وبذلك نكون قد توصلنا لنهاية لقائنا اليوم، وكمل شكر حار للمتحدثين معنا، وأيضا شكر خاص لكل من حضر دورتنا وكان معنا منذ البداية للنهاية. كنتم خير حضور، شكرا جزيلا.